السلام عليكم، صباح الخير. أول جو اليوم 3/26/2021، الجو مزيان مضبب، إيوا البحر مزيان داير شي متر ونص، ها هو ما كاين لا ريح لا والو. ديما نقول لكم الله نعطوكم حالة البحر، تاكم با الجو خطير خطير، البحر مزيان ديال الصيد، جميع الرياس ما كاين لا ريح لا والو، ها البحر مزيان، جو جميل. اليوم ما كاينش الشمس، اليوم الثلاث، البحر ما صافيش، مزيان الصيد القصبة، أوا ما وعدناكم ديما نعطيكم الحالة البحر، حالة الجو، الشاطئ الأبيض تاكم با، اللي بغا يخرج يصيد يصيد، هذه دابا 10 ديال الصباح، مازال الوقت، الله يسهل.